الثانيه لفائده فريق اتحاد طنجه. معاوي كينفذ هذه الزاويه راسيو ويونس الحواصي يتمكن من افتتاح النتيجه. يونس الحواصي اذا يضع اتحاد طنجه في المقدمه 1-0 للفريق الزائر. يعني هدف جاء من كره ثابته من زاويه يونس الحواصي في المتابعه ديالو للكره يتمكن من وضع الكره في الشباك. الهدف اللي كيجي في حدود الدقيقه 24 اذا 1-0 لفائده فريق اتحاد طنجه. نتابعوا كانت الراسيه ديال سيبوفيتش والحواصي في المكان المناسب. لاحظوا القاعده الطويله ديال المدافع إلياس سيبوفيتش وهذوما المهاجمين اللي كيكونوا من هذا الطينه لانه تابع الكره وكان وسط جوج ثلاثه ديال المدافعين تمكن يوضع الكره في الشباك. 1-0 لفائده اتحاد طنجه. لاحظوا رده فعل الفرحه ديال كتنفذ الزاويه دائريه داخل المعترك. معاوله يوسف العياطي بدايه قويه للكوكب المراكشي. هدف التعادل كيجي في الدقيقه الاولى من الجوله الثانيه. يوسف العياطي يمكن نقول بنفس الطريقه اللي جا منها الهدف الاول لفائده اتحاد طنجه. يعني من نقطة الزاوية ومن المكان اللي تنفذت منه يعني واللي عطات هدف اتحاد طنجة كتعطي هدف ديال التعادل بواسطة اللاعب يوسف العياطي اللي كيتمكن إذا من توقيع هدف ديال التعادل كيجي في حدود الدقيقة 46 أي الدقيقة الأولى يعني بداية الجولة الثانية. يوسف العياطي اللاعب السابق للدفاع الحسني الجديدي لشباب ريف الحسيمي وللمغرب الفاسي يتمكن انه يعطي انطلاقه جديده للمباراه من خلال هذا الهدف. لاحظوا المتابعه كانت قويه، متابعه جيده ديال يوسف العياطي اللي يعني لاحظوا ارتماع كان جميل وكره نصف هوائيه يضع الكره في شباك الحارس محمد امسيف. 1-1 بين الفريقين واللي غيخلينا نتابعوا الجوله الثانيه. بسرعه كيسترجع اللاعب ياسين الدبي العياطي موقع الهدف. كره طويله تدخل ديال المدافع مهدي بطاطي. محاوله الهدف الثاني للكوكب المراكشي. الهدف الثاني لفائده فريق الكوكب المراكشي اللي كيتمكن اكيد من توقيع اعتقد محمد الفقيه. يعني تمريرة جميلة وردة فعل قوية للكوكب المراكشي. ولاحظوا الفرحة مستحقة أكيد للجمهور القليل الحاضر في هذا اللقاء. نتابعوا مرة أخرى تمريرة من وسام البركة نحو محمد الفقيه هداف ديال الفريق. طريقة جميلة كيتجاوز مهدي بلطام ويضع الكرة في الشباك بطريقة ولا أجمل ولا أروع في بداية الجولة الثانية. مثيرة وقوية للكوكب المراكشي. إذا 2-1 سيناريو يمكن ما كان كينتظروا أي أحد خصوصا أكيد المدرب عبد الحق بن شيخة وفؤاد الصحابي. لاحظوا الفرحة الكبيرة لأنه باش تكون يعني جولة أولى من هزم 1-0 أمام فريق بقيمة اتحاد طنجة.